بالنسبه للبروجي اللي ديالنا حنايا، عندنا واحد البروجي سياحي اللي سميتو كازا فيرو مدينة. هاد كازا فيرو مدينة بالنسبه لنا حنايا درنا حنا تعاونيه اللي كتكون من 20 عضو. هاد التعاونيه عندها جوج ديال الاهداف. اول حاجه، الهدف الاول هو هدف سياحي باش نعرفوا بالمدينه القديمه والمعالم ديال المدينه القديمه، اللي كتقسم هاد الزياره، هاد الجوله اللي كنديروها حنا كتقسم لدو ترونش، فهمتي؟ او جوج ديال الاشطر. الشطر الاول عندنا شطر بالنسبه للاسواق، كنديو السياح انهم يشوفوا الاسواق ديال المدينه القديمه، فين كتباع النقره، فين كتباع اي حاجه لا علاقه حرفيه ولا علاقه بالتقاليد ديالنا وشي حاجه تقليديه. بالنسبه للشطر الثاني، الشطر الثاني عندنا جوله سياحيه كتخص المعالم التاريخيه ديال المدينه القديمه. هاد المعالم التاريخيه اللي كنهضروا فيها مثلا على جامع ود الحمراء، على دار التدغي، على دار الثقافه اللي كانت سابقا كنيسه، كنهضروا فيها مثلا على السقاله اللي هي معلم من المعالم ديال الدار البيضاء، كنهضروا على عرس الزقطوني اللي هي بزاف ديال الناس ما كيعرفوش بانها كانت مقبره، عاد ولات عرسه. كنهضروا واحد الجوله عاوتاني على السور ديال المدينه القديمه، اللي من واحد الناحيه اخرى كنهضروا على السور، وإلا هضرتي على السور ما يمكنش انك تهضر على السور ما تهضرش على الابواب ديالها، لكل باب كيكون واحد التاريخ، وكل باب عنده قصه وعنده حكايه ديالو. كنهضروا واحد الزاويه اخرى، كنهضروا عاوتاني على الزوايا اللي كاينين في المدينه القديمه، من الزاويه القادريه، الزاويه الكتانيه، الزاويه البوتيشيه. من بعد كنهضروا على واحد الناس اللي ساهموا تما في البناء ديال المدينه القديمه، اللي منهم سيدي بوسماره، سيدي علا القرواني، لالا بيضاء. هادو اللي هادو الشخصيات اللي خاص اللي ضروري اننا نجبدوهم. الشطر الثاني اللي عندنا حنا هو ان شطر تجاري، او كما كنكونوا حنا فهمتي واحد الحاجه اللي ايكونوميك بالنسبه للشباب ديال المدينه القديمه، اننا باش يولي عندنا واحد الدخل قار ديالنا. حاليا عندنا 16 ديال ليفيرو في انتظار اننا كنتسناو لي كاتخ اربعه الدراجات الهوائيه الايكولوجيه التاليه غادي تجي. هادو الكتريك تمام، هادو ماشي زعما تصايبوا في المغرب، هادو الصراد من لاشين تمام. لي طاريف باش نديروا الجوله، هو الطاريف عندنا حنا فيكس، عندنا الطاريف بالنسبه للتوريست، لا السياحه الداخليه او الخارجيه، عندنا الصونديغام، عندنا 100 درهم بالنسبه للسيركوي. ولكن حاليا حنا دايرين واحد الطاريف بروموسيونيل، اللي هو فهمتي اللي هو غير بروموسيون من الى من واحد الوقت لواحد الوقت، دايرين 50 درهم. كاين زدو بلاص تمام، كاين جوج ديال البلايص. 50 درهم بور لي دو. بور لي دو. بالنسبه لي طاكسي، بالنسبه لي طاكسي جاونا شي اخبار بانهم عندهم مشكل معنا حنايا، فهمتي؟ منهم حنا. بلا ما نهضروا على اوبر ولا فهمتي، منهم حنايا. غير هما مازال ما عارفينش الهدف من المشروع. الهدف من المشروع هو اننا حنا ما كنخرجوش على الشارع، حنا ما كنهزوش البلايص، حنا الهدف ديالنا هو سياحي خاص بالمدينه القديمه، داخل الاسوار المدينه القديمه. اذا حنا ما كنهزوش اننا بلايص زعما نزحموا زعما نفرزقهم ولا شي حاجه. Happiness is for you.